الوعي الذاتي، الإدراك يسبق الخيارات، الخيارات تسبق النتائج. يعني كل ما زاد وعيك الذاتي، كل ما زادت قدرتك على الاختيارات، ولما تصير تقدر تأخذ خيارات أفضل، نتائجك بتصير أفضل. حفسر لكم إياه، حفسر لكم إياه. كيف بالنسبة للبريكس طه؟ بعد 10 دقائق إن شاء الله، بعد 10 دقائق. طيب الآن روبن شرما، هذا واحد من اللايف كوتشز، بأخذ معه ترينينج لفترات، بأخذ معه ترينينج. الآن بقى في كتاب له اسمه The Everyday Hero Manifesto. فشو بيحكي؟ Better Awareness، لما في وعي ذاتي أفضل، في عندك خيارات أفضل، Better Choices، It will be better results. بطريقة ثانية، Learning بيخليك Better Implementation، Better دخل، Better Income. بمعنى ثالث، أنت بصير عندك قدرة على النمو، بتصير قدرة على التنفيذ، وقدرة على التأثير أكثر. تمام؟ طيب، عشان هيك أول خطوة شو بدنا نسويها في عالم الوقت؟ إنه يزيد وعينا إحنا كيف وقتنا بنتعامل معه، كيف أنا بتفاعل مع الوقت، كيف أنا وقتي بقضي. هاي صور أنا إلي، هاي أنا صور مصورها قبل 12 سنة، أخذت كورس فحطيت أنا في إكسل شيت إيش أنا النوم قديش بقضي، الأكل، القراءة، الحفرة السوداء، الفاميلي، الفريندز، مي تايم، بعد إيش حطيت الأيديال تايم، وصرت أشتغل إنه الأيديال تايم يصير هيك. فهاي أول شغلة أنا بدي أعطيكم إكسرسايز فيها، اللي هي تعبوا هاي الإكسل شيت لمدة أسبوع. هسه فرجيكم إياها، هاي إكسل شيت موجودة في الإكسرسايز تفاصيل كيف تعبوها، وحخلي إن شاء الله أبو إبراهيم محمد خلوف حيبعث يعني مقطع إن شاء الله في مقطع يوتيوب، إذا مش عارفين تعبوها أو يسألوا إذا أنتوا الإكسل شيت. بس ببساطة سهل الإكسل شيت، بتعبي كل يوم قديش بتقضي وقت على النوم، على الأكل، على المي تايم، على الريدينج، السوشيال ميديا إلى آخره. بس حط الرقم وأوتوماتيكلي بتعبالك الإكسل شيت بالكالكوليتر، وبعدين بالتوازي حط قديش أنت بتحلم يصير وقتك كيف، وهاي أوتوماتيكلي بتصير تطلع لك هنا وبتطلع لك التشارت. هذا كله أوتوماتيك. استفتها، بس بدي أسأل سؤال، البلاك هول أنت بتقصد فيها الوقت اللي يعني تستعمله لنفسك يعني؟ لا. بس بلاك هول nothing you are doing nothing. يعني مثلا أنا سألوني، يعني أعطيته لطول شباب صغار يافعين بعمر 15 سنة، قالوا لي طيب أنا أحضر مسلسل بلاك هول، قلت له لا ما بمنعك تحضر مسلسل، احضر مسلسل نص ساعة 45 دقيقة، بس لما يصير 4 ساعات هي صار إن 3 ساعات هذولا أو الساعتين هذولا صار إن بلاك هول، حفرة سوداء، بس احضر ساعة بس إذا مديتها 3 ساعات صارت بلاك هول. هاي فاهم علي؟ البلاك هول إنك أنت بتزيد شغلة وبتروح في خلاص بتروح تنبلع فيها، يعني إيش ضايع. تمام كويس، so far so good. فهذا بيزيد وعيك لنفسك، هذا بيزيد وعيك لنفسك. انت خلال اسبوع الله يخلف عليك وكثر الله خيرك، ايوه هيك كثر يا ولد، انه انت بتزيد وعيك في نفسك، بتصير خياراتك تتحسن، التاثير تاعك بصير افضل. هذا اوريدي موجود على الكلاس روم، شوف الايميل، ادخل على الكلاس روم، موجوده هاي الاكسرسايز، موجود الاكسل شيت، موجود التفاصيل عنها. ادخل إذا بدك أسئلة على التليجرام جروب أو على الإيميل، أو على التليجرام بفضل يعني. تمام؟ في وسيلة ثانية، وسائل ثانية في الإنترنت ملآن التطبيقات. إذا مش حابب الإكسل شيت اللي إحنا معطيكم إياها، في تطبيق اسمه توجل تراك، حطيت لكم إياه كمان
بالسمري، روحوا حطيت لكم الرابط له استخدموه حرين، او ممكن تستخدم تطبيق ثاني، بس لازم يزيد وعيك لا اللي بصير معك في كيف انت بتتفاعل مع الوقت. تمام. طيب ملاحظة بس هيك قبل ما نسوي conclusion للفترة هاي للسيشن هاي، انه في شيء اسمه الجولدن اور، الساعة الذهبية، وانت قاعد بتراقب نفسك شوف انت افضل ساعات عندك بتكون ذهنك صافي ومخك انتاجيته عالي جدا، هاي استخدمها المهام الصعبة. يعني مثلا قد يكون بين 9 إلى 11 او بين 9 إلى 12، قد تكون 3 ساعات 4 ساعات، قد تكون ساعة، هاي ما تضيعها لقراءة الإيميلات والشغلات البسيطة، استغلها للمهام الصعبة، بالذات المهام الذهنية الصعبة، هاي بيسموها الساعة الذهبية. تمام. طيب الآن حضرت أنا سيشن للدكتور اسمه رضوان الخياط، بيحكي إنه التعلم اكتساب معرفة قابلة للتوظيف، التعلم اكتساب معرفة قابلة للتوظيف، learning actionable knowledge. يعني إيش الفكرة هنا؟ أنا ما بيهمني إني أنا أسلخ خطبة جمعة وتروح بس توقي المقلوبة ورا كأنك تعلمت شغلة، ما بدناش هاي العقلية خطبة الجمعة، بدك تأخذ فكرة تستفيد منها تطبقها، هذا هو التعلم actionable knowledge، اكتساب معرفة قابلة للتوظيف. أخذت معروف مع معلومة بتزيدها نظام المعلومات تاع العلم تاعك، بتوظفها على الأرض بتطبقها. طيب وروبن شرما شو بيحكي؟ ideation without execution is nothing more than delusion. شو يعني؟ بدي أشوف لكم شو معناه delusion بالعربي. وهم. وهم، أيوة الله يرضى عليك. طيب شو بيحكي؟ إنه التفكير بدون تنفيذ عبارة عن وهم، تفكير وأفكار مجردة هيك بدون تنفيذ وتطبيق عبارة عن وهم. لازم دائما تسأل نفسك، طيب أنا قرأت الشغل الفلانية صوت، طيب ماذا بعد وماذا تعني لي هاي المعلومة؟ عشان هيك أنا أكبركم سنا فوق 50 سنة، بطلت أهتم إني أقطع صفحات أو أقطع ساعات، بهمني إني لو 5 دقائق وأخذت معلومة وطبقتها أهم من إني أنا أقطع ساعات على الفاضي. طيب فدائما اسأل نفسك، طب أنا أخذت هاي المعلومة، حكى لي أبو معاذ عن طه عثمان عن الأويرنس والوعي الذاتي والكذا، طب ماذا يعني لي هذا؟ دائما هيك السؤال تسأل نفسك، ماذا يعني لي؟ What does it imply for me؟ شو بيحكي كمان روبن شرما؟ No idea is going to work unless you do the work. يعني ما في فكرة حتشتغل إلا إذا أنت سويت الشغل، إلا إذا أنت نفذتها على الأرض، otherwise معلومات مجرد ضايعة وما في منها فائدة.